مساء الخير. ملعب بارك هيد في العاصمة الاسكتلندية غلاسكو سيكون شاهدا الليلة على موقعة إنجليزية من العيار الثقيل بين سلتيك وضيفه أرسنال في ذهاب الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم. مدرب سلتيك توني موبري أكد أن فريقه يشعر بالثقة بعد الانطلاقة الجيدة في الدوري المحلي، وهو يعتمد على دعم الجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية. في المقابل الفرنسي أرسن فينجر مدرب أرسنال أشار إلى قوة المواجهة وتخوف من تأثير غياب الثلاثي فابريغاز وباريسانيا ودينيلسون من الحضور المعنوي لفريقه قبل لقاء العودة في استاد الإمارات. وفي أبرز المباريات، يحل فيورنتينا الإيطالي ضيفا على سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وشتوتغارت الألماني على تيم شوارا الروماني. أجمعت وسائل الإعلام الهولندية على أن مباراة القمة في الأسبوع الثالث من الدوري بين أيندهوفن وأياكس أمستردام كانت الأروع في السنوات الأخيرة. المباراة التي استضافها ملعب فيليبس ستاديون حسمها أيندهوفن لصالحه بأربعة أهداف لثلاثة، وقد تألق فيها المجاري بالاس والمغربي الأصل عثمان بقال اللذان تقاسما تسجيل الأهداف لأصحاب الأرض. مدرب أياكس مارتن يول أشاد بكفاح لاعبيه طوال المباراة، مثنيا على كفاءة الأوروغوياني لويس سواريز الذي سجل هدفين، ومشيرا إلى أن الأخطاء الدفاعية كانت السبب في الهزيمة. الإثارة تتواصل والأرقام تتهاوى ورياح المفاجآت تعصف بالروسية يلينا إسيمبايفا في اليوم الثالث من بطولة العالم في ألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة الألمانية برلين. بعد هيمنتها المطلقة على مسابقة القفز بالزانة منذ 5 سنوات، تنازلت الروسية يلينا إسيمبايفا عن عرشها العالمي لصالح البولندية أنا روغوفسكا التي استحقت الفوز بالميدالية الذهبية. روغوفسكا قفزت مسافة 4 أمتار و75 سنتيمترا وتقدمت على مواطنتها مونيكا بيريك والأمريكية تشيلسي جونسون. وفي سباق 10 كيلومترات عدل العداء الأثيوبي كنينسا بيكيلي رقم مواطنه هايلي جبري سيلاسي بتحقيقه اللقب العالمي الرابع على التوالي، كما كسر رقمه العالمي السابق قاطعا المسافة ب26 دقيقة و46 ثانية و31 جزءا بالألف. بدورها نجحت الجامايكية تشيلي أن فرايزر في إضافة اللقب العالمي إلى لقبها الأولمبي بفوزها في سباق 100 متر مسجلة 10 ثوان و73 جزءا لتعادل ثالث أسرع زمن في تاريخ المسابقة والمسجل باسم الفرنسية كريستين أرون. وبعد إعلانه الانسحاب من سباق 200 متر للإصابة، أكد الأمريكي تايسون جاي صاحب الثلاثية التاريخية في بطولة أوساكا رغبته بمشاركة منتخب بلاده في سباق التتابع 400 متر. في التنس، بعد اختتام دورة السيدات انطلقت منافسات الرجال لدورة سنسيناتي الأمريكية التي شهدت انسحاب الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو. ديل بوترو الذي حل وصيفا في دورة مونتريال الكندية فضل الخضوع للعلاج والراحة قبل الاستعداد جيدا لدورة فلاشينغ ميدوز الأمريكية. وفي أبرز مواجهات الدور الأول، فاز الروسي مارات سافين على الأمريكي روبرت جينبري بمجموعتين للا شيء، والكرواتي مارين سيليتش على الإسباني خوان كارلوس فيريرو بالنتيجة نفسها.